سعيدة جدا عشان اليوم احنا فتحنا معرض الفن جورجيا، وانا كتير سعيدة عشان عندنا موجود كمان فنان من جورجيا. وانا بدي اشكر قطر على الدعم، وانا اتمنى حتى التعاون بيكون باستمرار بين جورجيا وبين قطر وبين سفارة جورجيا وبين قطر. المعرض ممتاز، أنا أحب الصور من المدن الجورجية وفي البلدان الأخرى وأيضا من الريف الجورجي، وهذا يعني المعرض متنوع وشكرا لكتارا. I see a lot of very high quality modern art inspired by the beautiful countryside and nature in Georgia. سعيد جدا اليوم اني حضرت افتتاح معرض من جورجيا للفنانين ستة من جورجيا، عرضوا فيه ثقافات مختلفة واعمال منوعة من الفن. المعرض قيم جدا، فيه تجسيد للثقافة وحضارة جورجيا، كما أن المؤسسة العامة لحي الثقافة مفتوحة إن شاء الله، والآن ستستأنف كل معارضها إن شاء الله من بعد شهر 9 مع كل دول العالم.